أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ प्रश्न का फाइनल है। कामयाब आदमी के लिए आज का दिन है। जिस जिस आदमी कामयाब हुआ उनको इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद। المسابقة في تلاوة القرآن. إن الفائزين من مركز الأولى محمد صالح. الفائز من مركز الأولى في تلاوة القرآن محمد صالح. ومن مركز الثاني محمد إمر الحسن. Beautiful Azan competition. The Al-Musabaqatu fi Adan. Al-Faris bin Markaz al-Huda Muhammad Ahmad Muhammad Ibrahim. Ahmad Muhammad Ibrahim. O bin Markaz al-Sani Al-Faris Muhammad Ali. Holy Quran competition يعني المسابقة في تحفيز القرآن من مركز الأولى الفائز محمد معاذ ومن مركز الثاني الفائز عيسى عبد الله الشيخ عيسى عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما شاء الله، بارك الله عليك. الفائز من تلاوة القرآن محمد إمرو الحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الفائز مسابقة الأذان أحمد محمد إبراهيم. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة. الفائز من مسابقة الأداء الشيخ محمد علي. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا احسن الجزاء. بارك الله، مبروك، ممتاز. Did we have? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ولم أدر ما حسابيا فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا هلك عني
ما صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا اذان کے بارے میں اس مذاکرہ یعنی المذاکرہ تو فی الاذان فی تصحیح الاذان اذان اول مرہ تلفظ تجوید مع تجوید تلفظ مع تجوید یعنی صوت کوئز ممکن ما فی کوئز صوت میٹر یعنی سوت ضروری کوئی بات نہیں سوت شے منم اصح لازم لازم تصحیح مع التجوید ثانی مرة مع المد والغنة يعني مد ما في زيادة ما في قليل مد اذان میں یہ خیال رکھنا تجوید اور صحت کا صوت کسی کا اچھا ہوتا ہے کسی کا برا ہوتا ہے کسی کا برابر اچھا صوت نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کا خدا داد اذان میں کسی نے بہت لمبا کرتا ہے مت بہت بڑا کرتا ہے مت بڑا کرنے میں اور گنا زیادہ کرنے میں یہ صحیح نہیں ہوتا ہے جدھر مت ہے ادھر ہی مت کرنا اور جدھر گنا ہے ادھر ہی گنا کرنا اور موت جتنا ہے اتنا ہی کرنا اس
سے زیادہ کرے گا تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. جیسے کہ کسی نے اللہ مت نہیں ہے آ مت مانا تبدیل مشکل مانا تغیر اللہ مانا تغیر با مانا تغیر. لہذا مت جناب جدھر مت ہے ادھر ہی مت کرنا مت معافی معافی مت ادھر گننا ہے ادھر ہی گننا کرنا. جیسے کہ اللہ معافی اللہ اللہ اکبر معافی آ معافی با اللہ اکبر اللہ. یعنی اگر وقف کر کے جیسے کہ ہم تسبیح میں ذکر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وقف مع الوقف فی الاذان ما فی وقف اللہ اکبر اللہ اکبر ما فی وقف اللہ اکبر اللہ ما فی اللہ اکبر اللہ اکبر فی الاذان غیر آدم تسبیح فی التسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مع الوقت ما فی مشکل اللہ اکبر اللہ اکبر باب را فور ما فی باری را ما فی باری باب اشهد ان لا اله الا الله ما في مد اشهد ما في اشهد يعني في غير عرب اشهد ما في اشهد ما في اشهد حد اشهد ما في شهد اشهد ما في شهد يعني غير عربي نفرت قال اشهد ما في شهد اش عندهم حاول اش حد ما في شهد فرق اللغه يا محمد فرق اللغه اش عربي مصري هو ما ياخدش اش حد ما في شهد الله لا مت لا مت اشهد الله ما في مت لا مت اشهد الله 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 اشهد ان لا اله الا الله الا الله اي ما في مت اشهد ان لا اله الا الله الا الله الا الا الله ال محمد ال يعني ال لام مع التشديد حمزه لام زيد ال ال اشهد ان لا اله الا الله ال الا الله ما في الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله مد الله اشهد ان لا اله الا الله الله يعني لام ما في باري الله ما في لا يعني الله بسم الله الله قل هو الله
بسم الله. صوت شوية تحت. مرققة. هو الثالث أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن قلنا مع قلنا. أشهد أن أشهد أن محمد قلنا. أشهد أن محمد أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول را ما في را رسول الله رسول الله ما في رسول مفخر حي حي ما في حي يعني حي حائ حب يعني من الحلق يعني ح ح ح ح ما في ح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة ها حي على الفلاح صلاة فلاح فرق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا
حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. ما شاء الله الفائز من مركز الأولى في مسابقة تلاوة القرآن القاري محمد صالح القاري محمد صالح الفائز من مركز الثاني في مسابقة تلاوة القرآن القاري محمد إمرو الحسن القاري محمد إمرو الحسن الفائز من مركز الأولى في مسابقة الأذان الشيخ مؤذن من مسجد محمد علي الفائز من المركز الثاني في مسابقة الأذان المؤذن الشيخ أحمد محمد إبراهيم الهين الفائز في من مركز الأولى في مسابقة حفظ القرآن محمد معاد حافظ محمد معاد الفائز من مركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الحافظ شيخ محمد عز عبد الله
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا احسن الجزاء.